Siap? Insya Allah siap. Ya, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظروا كيف خلقت ulang أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا كفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر Iya, cukup. Soal yang kedua. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل والصبح إذا تنفس إنه لقول
رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. Iya, cukup. Soal 3. ولربك فاصبر. ولربك فاصبر وإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبني شهودا. Ya, cukup. Soal terakhir, soal tambahan ya tentang tajwid. Sebutkan hukum ayat berikut. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qur'anan ajaba. Tanwin bertemu ain. Idhar halqi. Ra di sini Qur'anan. Ada huruf ra. Tebal, tipis. Tebal. Kenapa? Karena huruf sebelumnya dhammah. Iya, barakallahu fiik. Iya, silakan. Jazakumullahu khair ya Ustadz.